مرحبا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أعلن عن قرعة البطولة الأفريقية للأندية لكرة اليد اللي هتقام في تونس من 30 سبتمبر ل 9 أكتوبر اللي جاي بإذن الله. هيمثل مصر في البطولة الأهلي والزمالك. القرعة أجريت النهاردة وأسفرت عن تواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى اللي بتضم الزمالك من مصر والأفريقي من تونس وفاب من الكاميرون وريد ستار من كوت ديفوار والمولودية من الجزائر، بينما النادي الأهلي بيتواجد في المجموعة الثانية وبيضم معاه الترجي من تونس وفلاورز من بنين ووفاق عين توتا من الجزائر وجاسك من الكونغو. جدول مباريات الزمالك والأهلي في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد هتبتدي يوم السبت 1 أكتوبر بإذن الله. الزمالك مع ريد ستار الإيفواري والأهلي مع فلاورز البنيني يوم الحد 2 أكتوبر، الأهلي مع وفاق عين توتا الجزائري والزمالك مع مولودية الجزائر. يوم الاثنين 3 أكتوبر الأهلي هيكون مع جاسك الكونغولي والزمالك مع فاب الكاميروني. أما يوم الأربع 5 أكتوبر الأهلي هيكون مع الترجي التونسي والزمالك هيكون مع الأفريقي التونسي. الزمالك حاليا بيخوض البطولة العربية لكرة اليد بتونس المؤهلة لكأس العالم سوبر جلوب، وبيتأهل طبعا الزمالك هيتأهل نصف النهائي بعد تصدر مجموعته بالتغلب على فريق مولودية الجزائر في المباراة الثالثة في المجموعة، ومباريات دور قبل النهائي هتقام يوم الحد بإذن الله. إن شاء الله بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك في البطولة العربية ويفوز باللقب ويتأهل إن شاء الله لكأس العالم للأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل أفريقيا، بيكون عندنا 2 من الأندية المصرية في كأس العالم للأندية الأهلي والزمالك.